ملتقى أوريكا السنوي ببيروت عم بيتحدى التقلبات الإقليمية والمحلية، 350 عارض و15 ألف زائر. أكثر من 15 ألف زائر من تجار ومتخصصين بقطاع الضيافة والصناعات الغذائية عم يجمعهم معرض أوريكا بالبيال يلي تم افتتاحه اليوم برعاية وزير السياحة ميشيل فرعون ليتشاركوا أحدث الأفكار والاتجاهات بهالقطاع. فوق 320 عارض رح يكونوا معنا هالسنة من لبنان ومن المنطقة ومن أوروبا. بتلاقي في مأكولات، مشروبات، كل شيء بيتخصص بالتغليف، بالفرانشايزينج، بالإدارة. إحنا من سنة 1930 بلبنان بننتج أجود أنواع النبيذ. لبنان من أول دول يلي كانت تصنع نبيذ. وجود بأوريكا كتير مهم مشان شوف زبونات جداد، مشان شوف شركاء العمل تبعنا. جينا نبقى جينا هون لنتقى مع البروفيشنالز ونعرفهم على اور برودكت. احنا شركه لبنانيه بتصنع الشوكولا من سنه 1948، معروفين بالكواليتي والانوفيشن برودكتس، يعني مثل تشيز كيك نحن اول ناس نزلناها بلبنان. هي بذورات لبنانيه لنسوقها بلبنان وبالدول العربيه. اكيد وجودنا بالهوريكا اول شيء فور بريزنت تو اكسباند اكثر للبراند، يعني اتس فيري يوسفول. تفضل على فنجان قهوه. هالملتقى مستمر للرابع من هالشهر من 3 بعد الظهر للتسعة المساء.